ضيفي لهذه الحلقة ظهر ملحنا ثم مغنيا ثم مقدما للبرامج التلفزيونية، صوته أم درماني مشحون بالتصوف وبالأماديح السودانية. ستستمتعون في هذه الحلقة حتما. مشاهدونا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء الجميل. ضيفي فنان مختلف، نشأ في بيئة متصوفة، نشأ كملحن قبل أن ينشأ كمغني، لديه العديد من المواهب المختلفة، صاحب صوت بالسوداني كده نقدر نقول عليه صوت راكز، هو الفنان صلاح مصطفى. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح. أهلا وتحية لكل المشاهدين. شكرا جزيلا. في البداية كده العازف الكمنجة الجميل الأستاذ وليد أدانا اللحن الجميل بعد الغياب. نعم. وبعد الغياب لحن موحي جدا. صحيح اللحن كان سابق للكلمات، استلهمت اللحن أول حاجة وبعدين الكلمات جات. هي دي حقيقة. نعم، الكلام ده يرجع إلى رحلة فنية كانت إلى مدينة عبرة، وكنت برفقة أستاذنا الراحل أحمد المصطفى، وفي مشوار العودة بالقطار بعد ما خلاص الونسة كملت والمشاغلة بتاعت العود خلصت والمشوار طويل يعني، ويعني المسألة كانت على أبواب المغارب كده، فأنا كنت قاعد على 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 يعني نافذة القمر اللي احنا قاعدين فيها. فمع حركة القطر وصوت الإيقاع بتاع عجلات القطر، لقيت نفسي بترنم بلحن يعني مع إيقاع. كنت مشتاق للزول ولا شنو؟ والله أنا مشتاق أرجع بيتنا طبعا. فبدت معايا الفكرة بتاعت المقدمة الموسيقية، مع الإيقاع بتاع القطر مع الجو يعني، وكان في صمت خلاص. احنا زي ما قلت لك الونسة كملت وكل الحاجات اللي دارين نقولها قلناها، فكان في هدوء. والحقيقة يعني الشكل زي ما قلت لك المحيط شكل بتاع غروب، وشكل تخيل بتاع قافله ماشيه. انا ما عارف ليه يعني تخيلت حاجه زي دي، فلقيت نفسي انا بقول في النغمه دي مع الايقاع مع شكل القافله وهي ماشيه بنفس الايقاع ده. انا فضلت اردد في الحته دي لحد ما وصلت الخرطوم. وصلت الخرطوم مشيت سجلتها القطعه دي في ريكورد، ما كان في ريكوردرات كبيره كده اسمها جروندينج. قلت هذه المحاوله وما زادت من شيء يعني تاري لا 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 تا 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 تارم بام 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 ما زادت. تشبه صوت القافله او مشيه القافله، تهدج بالضبط يعني. انا تخيلت الحكايه دي مع 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 مغارب الشمس. فسجلت البتاع ده في الريكوردر وخليت على كده. بالصدفة يعني تاني يوم جاني في البيت الصديق الأستاذ محجوب سراج، الشاعر العظيم طبعا مختلف، وكانت بيناتنا فيه يعني صداقة شديدة جدا ومحبة شديدة ولا تزال يعني. فجاني الحمد لله السلامة وسألني عن أخبار الرحلة وكده،
وإذا به طلع لي نص يقول لي يا أخي رأيك في النص ده. قريت النص. أنا من العادة معظم الأغنيات بتاعتي دي بسميها أنا، يعني معظم الأغنيات بتجيني بدون أسماء، فبختار لها الاسم من الكلمات الموجودة. حتى بعد الغياب، بعد الليالي المرة في حب، عاد الحبيب المنتظر عبد الحبيب حميدا مستطاب، يا للهوى يا للشباب يا للدعاء مستجاب يا سلام. لقيت الكلمات جميلة، وما يعني ما كنت متخيل أنا حامل شنو لسه، لكن من العادة هو بشيل الحاجة من. بعدين عندي طريقة، العمل أول ما يكون قاعد في جيبي طوالي ده معناه تحت التلحين، من وقتها النص ده ما فارقني، وطوالي تذكرت النغمة الأصل أنا محتفظ بها، فبديت يعني أنغم الكلام ده على الشيء الموجود في ال. فلقيت المسألة ماشية بعد الغياب، بعد الليالي المر في، لقيت المسألة ماشية جدا. تعرف إن الأغنية دي ممكن تكون إذا عملوا تصويت الأغنية المفضلة لدى أكثر من 80% من الشعب السوداني، مشحونة كده بكمية من الألم وكمية من الشجن وكمية من الاشتهاء الغريب. وبعدين الحاجة الملاحظة، الأغنية دي أخذت الشهرة مؤخرا، يعني في البداية ما الناس ما استقبلت طوالي يعني، والعمل اللي بيستقبلونه سريع يعني قد يذوب سريع بالمناسبة، ما قاعدة ثابتة، لكن معظم المحاولات زي دي بتنتهي سريع. الأغنية دي فضلت كل ما تمر عليها فترة كل ما ترسخ أكثر، وكل ما الطلب عليها يزيد، وكل ما الفهم لها يحصل يعني. فأصبحت بعد الغياب الأغنية المعروفة اللي ذات التاريخ الكبير يعني. طبعا نحن بعد الغياب قادنا لها وليد بحسن الاختيار العمل. نعم. لكن السؤال المفروض يكون هو الأول عن أم درمان. وأم درمان ممكن تكون النشأة، وممكن يكون الميلاد، وممكن يكون حي السوق وأول حارة 52، يعني حتى ظهرت في الغنى الخفيف مثلا أغنية جوبا، يعني الريدة ريدتنا والمحبة حقتنا والروح الأكيدة 52 حارتنا، وحي السوق وحي العرب كانوا ملهمين أو مفرخين للشعب السوداني العديد من الشعراء والعديد من الملحنين والعديد من المغنين. أثر البيئة دي في تخلق صلاح مصطفى في ذلك الوقت البيجا فنان، لأنه بالأسرة كان ممكن تكون مسلك الوظيفة فقط، مسلك التصوف فقط. أم درمان عموما كانت مدينة الإبداع. إحنا حينا الحقيقة فيه آخرين يعني اشتهروا في مجالات أخرى، يعني فيهم ناس اشتهروا في مجالات الرياضة مثلا، يعني عندنا ناس كانوا بيلعبوا في المريخ، في ناس بيلعبوا في الهلال، وعندنا شعراء يعني. احنا كان جارنا طوالي الشاعر الراحل ابراهيم العبادي، بعدين في نفس الحي شاعر مسرحي، ايوه في نفس الحي كان في المدرب لاعب ومدرب المريخ سابقا الله يرحمه منصور رمضان، وبرضه كان في من لعيبة المريخ بشرى وهبه. وهبه على فكره وهبه بمزيك تتحكره، ايوه نجلي وهبه بمزيك تتحكره، والد بشرى ده اللي هو وهبه يتعلم العزف على اله الاكورديون دي من والدي انا، لانه انا والدي كان بيحب الموسيقى رغم انه وكيل بوسطه، كان موظف في مصلحه البوسطه والتلغراف، وكان بيعزف على اله الاكورديون. بعدين وكيل بوسطة ده في زمن وكان حاجة كبيرة، يعني لو جيت لزول في الزمن ده تستلف منه مبلغ بتاع مال كبير يقول لك لا يا أخي أسلفك كده، أنت قايلني أنا وكيل بوسطة. هو طبعا في الولايات بالذات يعني
في الأقاليم يعني الشخصيات اللي كانت مشهورة دائما، وكيل الوسطى، والضابط الإداري، ناظر المدرسة، ناظر السكة حديد، دول المشاهير يعني في دائما في المنطقة يعني. يعني أي زول تسأله من ناظر المدرسة وين، طوالي بوديك له. ناظر البسطة وين، ناظر المحطة، ناظر السكة، يعني كذا. فالوالد كان شغال في مصلحة البريد، وكان بيحب الموسيقى. فكان عنده الأكورديون وبيعزف على آلة الأكورديون، وهب بتعلم العزف بتاع الأكورديون من الوالد، لكن طبعا أخذك تخصص ومشى بيها. أستاذ صلاح، على ذكر الوالد البريدي، يعني أنا ما أعرف مصلحة البريد والبرق والهاتف دي على مستوى العالم جابت ناس زي نكروما، في السودان جابت ناس زي خليل فرح، وحتى جابت ناس زي شيخ الهدية، يعني نعم بتفرخ نعم رموز نعم في مختلف نعم المجالات. نكلا. شايف السر شنو أو التيمة شنو في اختلاف البريديين على مستوى العالم والسودان؟ والله هو السؤال ده بتردد كثير جدا، لكن ما في إجابة محددة عليه. يعني جمهور معظم حاجاته الحساسة يمكن ده علاقة بمصلحة إن كان بالتلفون، إن كان بالحوالة، إن كان بالخطاب، بالتلغراف، ده كله تعامل مع الجمهور ولحاجات حساسة ومهمة. نحن رأيك شنو نتوقف عند البريدي حامل الأشواق بالضرورة إنه يبقى شخصية عظيمة، لو شاعر، لو ملحن، لو حتى قائد عظيم زي نكروما؟ ناخذ فاصل قصير وراجعين في اكتمال القمر وقمرنا لهذه الليلة. صلاح مصطفى. عنده مجالات كثيرة ومختلفة وذلك الحمد لله إن شاء الله في الصيد البهناك. لكن قبل ما نمشي هناك يا أستاذ صحة، نقعد شوية في البريد والبرق والهاتف. ابتعثوك سنة 1966 إلى المملكة المتحدة لدراسة الهندسة، قدر شنو التجربة دي كانت مختلفة، وقدر شنو طلعت على الموسيقى الأوروبية وفتحت ذهنيتك اللحنية أكثر؟ والله هو طبعا أنا ما كان عندي فرصة كبيرة عشان أتابع الحركة الفنية تقريبا يعني، لأنه الفترة الدراسية ذاتها فترة مضغوطة جدا. وبعدين يعني كان فيها جانبين وفيها حركة كثيرة جدا، جانب النظري والجانب العملي، وده كله كان بيتطلب حركة يعني من منطقة لمنطقة لكده يعني. لكن الحاجة الحقيقة يعني كانت مأثرة علي شديد، أحيانا كنت بدخل حفلات يعني وبشوف يعني. ووقتها كان في فنان اسمه توم جونز، ده كان مشهور جدا، فنان ممتاز وكان عنده قاعدة رهيبة يعني. فلما أدخل الحفلات دي وأشوف الانفعالات بتاعت الناس معه، بشرد أحياناً ولان يا أخوانا أنا ما زي زول ده، أنا زي زول ده هناك، أنا حقة الفنان، أيوة أنا ذاتي ما زي زول ده هناك يعني، أنتم ما عارفيني، بس يعني أنا برضو هناك عندي ناس زي ديل كده معجبين كده وحاجة زي وقتها يعني. ذكرتني القصيدة بتاعت الطيب محمد سعيد العباسي بتاعت يا فتاتي، نعم، اللي يقول لها إنه يعني لي بلد وحضارة وكذا، فين الزول بتجيه لحظة فارقة زي كده. نعم نعم. طيب نحن معلومة نرجع نتذكر سنة 1953 وتعلمك مبادئ عزف العود على يد صديقك اللي بعد كده احترف العزف في فرقة الفنان الكبير شرحبيل. نعم، لا الفنان الموسيقار كامل حسين رحمة الله، يدي كانت مأمورية لمدينة المدني، والوقت ده كان ما عندي أي فكرة عن آلة العود يعني. ونحن المفروض الليلة نكون ثلاثة
وثالثنا العود، لكن نعم. انت احتجرت عنه. والله يعني مرات فرصة الكلام يعني يمكن بتدي معلومة أكتر. العود ما محدود، يعني حاقول به أغنية وقد تكون مسموعة والناس عارفينها وأي حاجة، لكن الكلام أحيانا بدي تفاصيل يمكن العود ما بديها يعني. فعشان كده أنا فضلت لضيق الوقت، لأنه الزمن ذاته ما الزمن الكبير اللي ممكن يعني. لو جبنا العود وابتدينا نقرش ونوزن ونصلح بياخذ مننا زمن طويل جدا يعني. فالبداية بتاعت التعلم بتاع العود جات نتيجة مغالطة بيني وبين الأخ الصديق كامل حسين، وأنا أحييه من هنا يعني. عازف، هو عازف ممتاز جدا، وبيعزف آلة عود وترمبت وبيعزف على المندلين، ورجل رياضي فنان يعني. وأنا وقتها بحفظ كويس يعني، بحفظ مقطوعات موسيقية، بحفظ أغنيات سودانية، بحفظ أغنيات مصرية، وكنت يعني دقيق جدا في الحتة دي، لكن ما بعزف أي آلة. فكان لما ننتهي من العمل ونرجع، كنا ساكنين عزابة مع بعض يعني، ما عنده حكاية نور العصري، وأنا زيه. بعد ما نرجع طوالي بشيل العود بتاعه وبقعد يتمرن، أنا بقعد أتفرج على الراجل بيقطع بيعمل شنو، بيشتغل على المقطوعات الموسيقية المعروفة يعني وقتها. أنا لأنه زي ما قلت لك بحفظ كويس، مرات بدخل معاه في غلط، يقول لي يا كامل الحتة دي ما كده، الحتة دي بتتقال كده، وأقعد أصفرها له مثلا، بيلقى كلامي صح، بيلقى كلامي صح، يقول لي يا أخي الكلام ده صح، نمشي ونجي نتغالط في حاجة تانية برضو يلقاني أنا صح، يقول لي يا أخي أنت وقت أصلك كده ما تتعلم العود؟ قلت له ما عندي مانع علمني. بدأنا المشوار بتاع التعليم يعني بالمغالطة زي دي يعني. وكانت فترة جميلة يعني، بدأت فعلا معه الأبجديات بتاعت العود. طيب عارف زمان كان في مجايلة أحسن من هسه، يعني الفنانين الكبار كانوا بيرعوا الفنانين اللي لسه ناشئين وبيخطوهم تحت أجنحتهم وبيتعهدوهم بالسقية حتى يثمروا، من ضمنهم عثمان الشفيع اللي اتبناك نعم، وسجل لك العديد من المقطوعات الموسيقية باعتبار أنه يعني كل مرة يأخذ بيدك أكثر ويطورك في العزف أكثر ويديك إرشادات أعمق. الحقيقة الكلام ده شوي أنا ما يعني يمكن ما وافقك عليه. أنا ما كان عندي صداقات أصلا في البداية، ما كان عندي صداقات يعني، كنت بحاول أشق طريق في الأول يعني، وأتعرف على الناس الموجودين في الساحة يعني. فما كان عندي يعني علاقة كده متينة بواحد من النجوم الكبار ديل يعني. لكن لفترة من الفترات وبعد مرحلة معينة قدرت أخلق علاقة متينة يعني مع عدد منهم يعني، أحمد المصطفى، مع عثمان حسين، مع الشفيع، مع حسن عطية، مع الكاشف. يعني أنا سعيد جدا إنه يعني أنا حضرت النزل يعني، قدرت أحضر الحمد لله رب العالمين يعني، أنا حضرتهم وذيل كانوا ناس أباقرة طبعاً وعمالقة يعني. قبال المحاد وقبال الكلية قبل أي حاجة. فوقتها التعامل بتاعي معهم كان تعامل راقي جدا، بحب شديد، باعتبار إنهم أساتذة وإنهم معلمين وإنهم حاجات كثيرة يعني. فكنت بلقى منهم كثير جدا من التوجيهات، من الاستجابة يعني، وكانت العلاقة بيناتنا حميمة جدا، وكان في ود يعني. فالمسألة دي اتطورت شديد جدا، ولحد ما حتى دخلت معهم في نقابة الفنانين، وبديت أدخل حتى في مجلس الإدارة. يعني حس أنت بتقول للناس اللي بيأرخوا إنه عثمان الشفيح كان عنده يد فضل على الفنان صلاح مصطفى في تعلم العود، في بعض الإرشادات، الكلام ده كان غير لا موجود؟ لا 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 لا، الكلام ده ما صحيح، الكلام ده ما صحيح.
طيب. يعني شفيع الله يرحمه كان واحد من الأصدقاء أيضا يعني. لكن ما كانت في خصوصية يعني في 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 صلتي به في أي من الحتة دي. لا طيب نجي للذكرى بتاعت أول لحن قبل ما يكون صلاح مصطفى المغني. لا. صلاح مصطفى الملحن، وعشان كده أنا حبيته. أنا حبيته بصوت صلاح مديسة. صحيح أنت كنت متردد بعض الشيء في أنك تطرح اللحن مباشرة للإذاعة؟ هي دي طبعا جات بالصدفة. أنا وقتها ما غنيت يعني. أنا لسه كنت في طب بتاع إياد، وبديت يعني أتمكن من العود يعني. يا دوبك بديت أتمكن منه، وبالصدفة لقيت كلمات منشورة في مجلة الإذاعة اللي هي بتاعت عشان كده أنا حبيته دي. لطيفة وراقصة. أي فقلت كده أنا ما أعمل محاولة ألحن يعني. فبديت أنغم فيها يعني. لما نغمتها القصيدة المنشورة كان معاه صورة مكتوب عليها عبد الله النجيب. الصورة الحقيقة لما اتمعنت فيها كويس اكتشفت انه الزول ده انا بعرفه وانا شايفه برضو ناس البريد ورق، لكن شايفه وين؟ اخيرا اتضح اننا احنا في حوش واحد يعني، وفي البريد وانا في التلفونات يعني، وكلنا بيضمنا حوش واحد يعني. فقمت سلمت عليه وقلت له يا اخي انت عبد الله النجيب؟ قال لي يا تكتب شعر؟ قال لي يا عندك قصيده منشوره في اللي نقل؟ قلت له يا اخي طيب انا القصيده اللي لحنتها. قال لي انت بتلحن؟ قلت له بتعزف عود يعني ولا؟ قلت له بعزف عود. قال لي سمعني ليها؟ قلت له جدا تجيني في البيت انا اسمعك ليها. هو ساكن بيت المال وانا ساكن حي الملازمين، يعني قريبين جدا من بعض. بريديين ومدرمانيين. ومدرمانيين وفي الاحياء قريبين لبعض. فلما انجسي مع الاغنيه عجبته جدا. قال لي يا اخي دي اغنيه جميله جدا. ايه رايك لو نديها لواحد من المطربين يغنيها؟ قلت له ممكن يغنوها يعني. انت في الوقت ذاك مالك يعني ليه ما فكرت انك انت تغنيها مباشره بشكل؟ لا انا ما فكرت لسه الوقت ذاك. ما كان في الثقه الكافيه ولا المشكله. العود انا بتعامل معه كزول هاوي يعني، ما عندي ولا عندي تفكير في انه امشي بوله قدام كثير يعني اصلا. لما قال لي الكلام ده الحقيقه هو الكلام ده كان 56 تقريبا يعني، تقريبا 55 56. قال لي يا اخي انا عندي صديق شديد من الفنانين دي اللي هو صلاح محمد عيسى، ممكن نودي له الاغنيه دي. قلت له انا ما عندي مانع اذا بيقبل، ما عندي مانع. ووقتها على فكره كان عندي عربيه بتاعت الوالد يعني، وكنت بسوق برضو كويس. فاخذته هو ومشينا لصلاح محمد عيسى في ام درمان في ود نباوي. دخلنا عليه وشخصيه لطيفه جدا، استقبلنا الرايه بظرف جديد وقعدنا معه. قلنا له يا اخي والله في اغنيه كده 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 كده. عبد الله قال لي يا اخي الرايه اللي جايب لك اغنيه ملحنه يعني جاهزه. سمعناه الاغنيه الحق لله عجبته جدا، وفضل اسمع وقول لنا ردده ردده نردده. هو يحفظ في اللحن خلاص حفظ. المفاجاه كانت في انه غنى الاغنيه دي من الاذاعه. أول شيء ما قال، ما ذكر طبعا إنها تلحين، وأنا ده ما كان همني كثير. أنا كونه أسمع اللحن بتاعي من الإذاعة قبل الملكية الفكرية والحقوق، الحكاية دي كانت عجباني جدا. كونه أسمع النغم بتاعي من الإذاعة دي كانت حكاية جميلة جدا. وحصلت برضو خلاف في حتى لما غناها في الإذاعة ما غناها بالنص بتاع عبد الله النجيب، غناها بالنص بتاع خرشيد. ولما بجنا مع بعض شوية اتضح لي انه صلاح الله يرحمه المطلع كان بتاعه، عشان كده انا حبيته. هو اصلا كاتب المطلع، ويسهر الدولة عبد الله والدولة اسمها خرشيد. لما لحنت انا لحنت على كلام عبد الله وعلى حسب المقاطع بتاعته، مشان مطلع وعمل مع خرشيد. اي فلما سمع اللحن وعجبه جدا
أظن أنه عرض اللحن على خورشيد عشان إملى له بنفس الطريقة بتاعت عبد الله. فلما غنى في الإذاعة غنى بكلمة خورشيد وما ذكر اللحن بتاعي. أنا ما كان عندي مشكلة في الحتة دي. فطبعا المسألة دي استفزت أخونا عبد الله جدا، وتحياتي للشاعر عبد الله نجيب يعني، ربنا يديه الصحة والعافية إن شاء الله. طيب رأيك شنو لو ننتقل لسنة 1956 ودخولك لهنا أم درمان ومع الرائد الإذاعي الكبير علي شمو في برنامج ركن الهوى لأول مرة؟ ده كان 56، برنامج الهوى ده كان 56 تقريبا، وده كان برنامج يعني مشهور جدا طبعا الناس كان. والحقيقة اللي حمسني للحتة دي عبد الله النجيب، يعني أنا زي ما قلت لك ما كان عندي أي تفكير في إنه أمشي في اتجاه زي ده يعني، لكن عبد الله هو اللي يمكن حمسني على الحتة دي. والسبب لأنه أنا لحنت له الأغنية بتاعت عشان كده أنا حبيته. وبعد الكلام ده تاني قام جاب لي نص اسمه سلام وكلام برضو لحنته، وقال لي نوديه لمنو. قلت لي يا أخي رأيك المرة دي أنا أختار لك الفنان، أنا عندي عمي وخالي الفنان عبيد الطيب، نديه الأغنية دي كمان. قال لي جدا شين ديناه الأغنية بتاع سلام وكلام، وغناها برضو في الإذاعة بدون ما يذكر إنه لحن صلاح مصطفى. وبرضه أنا كنت للمرة الثانية وكنت سعيد، وأنا سعيد جدا بالحكاية دي، لأنه أساسا كنت بس داير أسمع. لما جاب العمل الثالث اللي هو كان أغنية بتقول يا جميل وين يا من راحت، مسكتها لحنتها قلت لي يا أخي الأغنية ملحنة جاهزة، يلا اختار الفنان. قال لي يا أخي المرة دي تغنيها أنت. كان ميلاد الفنان ومع بعض الفنان والملحن صلاح مصطفى. تغنيها انت؟ قلت لها غني انا كيف انت شايفني انا حسي؟ قال لي يا زول انت قاعد تغني والغنى اللي حسي ادانا الناس دي والله بتغني كويس. استاذ صلاح تتذكر منها مطلع كده ممكن تدندنه لنا؟ بتاعت يا جميل دي؟ ما بيقول يا جميل يا جميل وين يا عمي راحت ونامت احلامي كده تا 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 تن 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 تن، يعني اغنيه لحن خفيف وفيه كورال وفيه حاجات زي دي يعني. فقال لي لا تغني انت. قلت له يا اخي انا ما دار اخش الحته دي. لما غايته اقنعني قام قال لي طيب احنا كده نبدا بركن الهوى في الاول، ايه رايك في الفكره دي؟ قلت له والله يا اخي احسن. وعبد الله بحكم علاقاته عنده علاقه كويسه بين ناس المجال الفني يعني، مش حجز زي في ركن الهوى. جيت ركن الهوى اللي هو كان بيقدمه بروفيسور علي شمو، الله يديه الصحه والعافيه، نسال الله له الصحه والعافيه، مع تحياتنا له. فقدمت أغنية حياتي حياتي لأحمد المصطفى، كانت جديدة. بعد الكلام ده طوالي فكرنا في إيه، في حاجة اسمها الأصوات الجديدة. برنامج الأصوات الجديدة ده بيقدمه واحد اسمه محمد خير عثمان الله يرحمه، ربنا يرحمه. بس أنا ما دار بعد من حكاية يعني عبيد الطيب اللي كان بتجمعك بوصلة قربة. نجي برضو لزول أقرب من عبيد الطيب لكن ما مشهور شديد للناس وما معروف يعني في الأوساط بينه شقيق الفنان صلاح مصطفى اللي هو شقيقك بكري مصطفى اللي كان بيغني بالأمهرية. أنا ما أعرف الغنى بالأمهرية ده جابه منين. بعدين يتكلم عنه معاوية ياسين المؤرخ الغنائي العظيم بأنه من أكثر الأصوات الطربية عذوبة وخصوبة. بكري الله يرحمه كان مغرم جدا بالغنيات الأثيوبية، ويتعلم اللغة كيف؟ والله عنده كتيب يعني، من محبته الشديدة للغناء الأثيوبي وكده حاول حتى يعني يعرف اللغة يعني، فعنده كتيب كان بيقرأ فيه يعني. وبعدين بكري كان شغال في البوسطة لفترة برضو، أي ومن البوسطة انتقل إلى الخارجية، والخارجية نقلوه برا كثير يعني، مش اشتغل في الهند واشتغل في العراق واشتغل وين. حتى ذكر كان مرة في الهند ووقتها كان في منجستو هايل مريم
كان رئيس الرئيس الاثيوبي كان جا السودان فحبوا يعملوا له حفل يغنوا له فيه بالله جابوا بكر ده من الهند عشان يغني للرئيس الاثيوبي بالامهريه ايوه وفعلا جاءوا وغنوا للرئيس الاثيوبي ورجع استاذ صلاح لما مشيت لدار الوثائق عشان اعمل الحلقه دي وانقب عنك لقيت لك صور كنت ما شاء الله تبارك الله باذخ الوسامه في الوقت ذاك الحاجة دي أسهمت في أنه أنت تكون نجم بصورة ساطعة يعني بعض الفنانين زيك زي الفنان الكبير صلاح بن البادية كانوا بادين يعني الوسامة وكانت قالوا كان صوركم بتتباع للناس يصوروكم ويبيعوا الصور نعم نعم الحاجة دي قدر شنو أسهمت في النجومية وقدر شنو سببت بعض المشاكل الشخصية ربما والله غايته مشاكل ما حصلت الحمد لله رب العالمين لانه المشاكل بتجيب حاجات قلت تحت الهواء قلت لي شويه كده لا لا لكن هسه المشاكل المشاكل دي ما بيجيبها يعني تصرف الشخص يعني اذا الشخص يعني منضبط في سلوكه وملتزم بالاشياء وتعامله مع الاشياء بجديه شويه ما افتكر بتحصل مشكله يعني هل الوسامه دي برضه هي القاده صلاح مصطفى لبرنامج كلام واغاني وان يكون يعني نجما على شاشه تلفزيون السودان في السبعينيات لا لا. رغم انه يا استاذ صلاح الوقت ذاك التلفزيون واحد يعني اللي بيسهر في التلفزيون ده نجوميه طاغيه واسود وابيض ما كان ملون يعني فكره كلام واغاني بدت جات في سنه 72 و72 وقتها انا كنت رئيس اتحاد الفنانين فاستمريت رئيس اتحاد الفنانين حوالي 6 دورات يعني 72 73 74 75 76 77 لحد 77 انا كنت الرئيس لاتحاد الفنانين وكانت بتكون عندنا مشاكل احيانا مع التلفزيون في 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 فرص المشاركه في البرنامج ففكرت انا قلت ما اعمل برنامج واحاول من خلال البرنامج ده يعني اسلط الضوء على النجوم او الفنانين او المواهب تحديدا المواهب اكثر يعني فعملت برنامج كلام وغاني برنامج منوع فيه اغنيات فيه اشعار فيه مسابقات فيه لقطات غربية وشرقية ولقطات رياضية يعني منوع كان برنامج وجد يعني قبول كويس جدا واستمر له عدد من الدورات وكل ما تنتهي دورة يجددوه وتحصل لترقية من برنامج وسط إلى برنامج كده إلى برنامج سهرة إلى يعني وكل يزيد في زمنه مرات من ساعة إلى ربع إلى ساعة ونص إلى يعني البرنامج ده على فكرة ظهر من خلاله فنانين لأول مرة يعني نور الجيلاني خوجة العثمان الله يرحمه يوسف الموصلي حيدر بورسودان وحيدر ده كمان وقتها كان يعني ولاد صغير جدا يعني حتى تعني الكاميرا كان بيتعبوا معاه جدا وهو بيعزف على العود ما قادرين يشوفوه هو من العود داخل تحت العود نعم ف البرنامج ده ونجم الدين الفاضل ديل كلهم ظهروا من خلال البرنامج بتاع كلام وغاني فأنا كنت من موقعي كرئيس اتحاد الفنانين بحاول أعالج الحكاية دي من خلال هذا البرنامج أستاذ صلاح نحن من الذكريات الشفهية للذكريات المكتوبة والمرئية في متكأ الذكريات تتفضل نمشي؟ نعم يا سلام عليك يا وليد شكرا جزيلا أستاذ صلاح أنا بحس إنه الكمانجة دي زي كأنها إنسان وعندها أنين وشجن خاص وروح مختلفة والله هي طبعا مليئة بالحنية مليئة بالشجن وحقيقة يعني فيها متسع لإنه أنامل العازف خاصة لما يكون عازف يعني إحساسه جميل بيسكب فيها من روحه كثير
كتير يعني، لدرجة حتى في حاجات بتتقال أحيانا ما بتتكتب يعني، حتى النوتة اللي أساسا بيسجلوا بها الأشياء مرات بتعجز أمام بعض الأشياء، بيجيب العازف بإحساسه، ومعظم الحياة الجميلة زي دي بتجي مفاجأة. أستاذ صلاح، البرنامج اسمه اكتمال القمر، نعم والقمر دائما الناس اللي بيسمروا واللي في سمر وفي مؤانسة ومساقفة بيشوفوه كائن مضيء، رواد الفضاء لما يصلوه بيشوفوه كرة من الغبار، نعم ودائما للقمر وجهين، الوجه المضيء نعم والوجه الممتلئ بالتراب. برضو نحن كشخصيات وكبشر عندنا العديد من العيوب، في جلسة غسيل كده بتحترف بأنه ما هي أكبر عيوب الإنسان وليس الفنان صلاح مصطفى. طبعا ما في زول بيخلى يعني من النواقص زي دي يعني. يعني انا ممكن ما اسميها عيوب، لكن فلنعتبر نواقص يعني، خاصة انه ما في كمال يعني. فطالما ما في كمال معناه في نواقص، وتختلف من شخص لآخر، ومن ظرف لظرف، ومن موقف لموقف. وأحيانا الشيء اللي بتشوفه ناقص في شخص قد يكون يعني كويس جدا بالنسبة لناس آخرين يعني. فاصل قصير ومن ثم نتواصل في المزيد من الاندياح والحكي الجميل والتفاصيل الناعمة إن شاء الله. مرحبا بكم ومساء رمضاني وليلة رمضانية سعيدة. وننتقل لصندوق الذكريات. لا. الصندوق ده أحيانا بتكون فيه أسرار وأحيانا ذكريات. نحن نقول بسم الله ونفتح الصندوق. نقول بسم الله ونفتح السحارة. دي سحارة عادية. أيوة. صحيح أنت استفزيت مصطفى سند لغاية ما وصل لكتابة الشعر القنائي. طبعا مصطفى شاعر معروف وعنده العديد من الدواوين يعني. فالحقيقة يعني أنا انتبهت للحكاية إنه هو ما عمل أي عمل غنائي يعني. فكنت معه في المسألة دي وطلبت منه، قلت له يا أخي ما تكتب لك حاجة كده غنائية؟ فكان كلامه معي قال لي يا أخي أنا ما حاسس إنه ممكن أكتب شعر غنائي. قلت له كيف يعني؟ زول بيكتب شعر زي البحر القديم والحياة القوية دي، ليل وينهض ألف باب، أيوة يعني ما ممكن تغلف إنك تكتب لك نص غنائي. قال لي والله غايته ما. قلت له يا أخي أنت ما كده حاول. قال لي يا أخي ما بقدر. قلت له لا أنت حاول، لأنه الشعر الغنائي ده عنده قاعدة عريضة جدا برضه. وأنا يعني بفتكر مصطفى السند ما حقه يكون محصور مع الدواوين وبس، هنا في صفوية يعني، أنا ذلك جماهيرية يعني. غايته بعد إلحاح شديد جدا قال لي يا أخي أنا الشعر بتاعي يمكن ما يتلحق. قلت له موضوع التلحين ده أنت ما شغلتك، أنا بالنسبة لي ما عندي أي مشكلة، أنت لو جبت لي جريدة بلحن لك. ما عندك مشكلة. بمناسبة لو جبت لي جريدة بلحن لك. قالوا وردي كان معجب بك جدا كملحن، وعندك واحدة من القصائد الأكتوبرية عملتها، كان وردي بيقول إنه ده مثال للأغنية الوطنية الشجية. نعم. ويعني أغنية وطنية كانت مشبوبة بالعاطفة لدرجة إنها بتستخدم ممكن في مواضع الغناء الوطني. نعم. وتستخدم أيضا في نعم. بيوت الأعراس. في الحتة دي عشان حتى عشان ما أطيل الكلام فيها، أنا الحقيقة ما تعاملت مع النشيد، أنا تعاملت مع الغناء الوطني. يعني في 21 من شهر أكتوبر، هي دي يمكن وجات بعدها تاني جددناك يا أكتوبر في أبريل، كلها حاجات غنائية
بإيقاع فيه الفرح وفيه الانفعال. طيب عشان ما نطلع من الموضوع بتاع مصطفى سند وشارع الصبر وغالي الحروف وسامحني غلطان نعم، بعتذر. فمصطفى لما لحيت عليه شديد قال لي خلاص كويس، انا بجيب لك نموذج كده ونشوف يعني. هو كان ذكي جدا، ما حاول يطلع كثير من اللونيه بتاعته يعني، فقام جاب لي اغنيه شارع الصبر. حبيب العمر بالدنيا يضيع فكيف القاه، حصاد الشوق في كفي ظلال من بقاياه، ايخلف وعده تيها ويبعد خطوه عني. يعني كلام مشبوب بالعاطفة. لكن انا زي حسيت انه هو كان قاصد يختبرني، والحكايه دي انا حسيت بانه في مسؤوليه كبيره جدا. لو انا نجحت هاكسب شاعر غنائي، ولو فشلت فعلا هو خلاص هيصرف النظر على المساله دي. فاجتهدت اجتهاد شديد جدا، فالحمد لله اغنيه شارع الصبر استطعت انه احشي لها يعني موسيقى كويسه ولحن كويس ونغم كويس، وهي كلماتها برضه جميله جدا طبعا. فاصبحت فعلا واحده من الاغنيات اللي يعني الناس بترمز لها لصلاح مصطفى يعني في التاليف الموسيقي، يعني بعد الغياب وشارع الصبر وحبه شوق والماضي والحاضر ولمسه وبعد البعاد، دي كلها اعمال كبيره يعني، كلها فيها شغل موسيقي وتاليف موسيقي واضح. طيب نحن نشوف ماذا قالت الوثائق عن الفنان الكبير صلاح مصطفى، وتتوقع ماذا تقول الوثائق عنك يا أستاذ صلاح؟ طيب شكلها كده يعني قديمة شديد، قديمة جدا. أي. من الأستاذ معاوية ياسين قال: صلاح مصطفى أحد المطربين الذين أثبتوا قدرات حقيقية وأبلوا بلاء حسنا في كثير من المجالات الثقافية المتصلة بفنون الموسيقى والغناء، ورغم ذلك لم يضعهم أحد على القمة أبدا. حاسس إنك فنان مظلوم؟ وأنا سعيد بالحكاية جدا. كيف؟ أنا سعيد جدا إن أكون مظلوم، يعني ما أكون ظالم، وبحمد ربنا على الحكاية دي يعني. أولا أنا عشان ما يفوتني يعني لازم أشكر الأستاذ معاوية على كلماته وعلى الإشادة اللي وردت في كلامه يعني. ومسألة النجومية وحكاية إنه الشخص يعني يتصدر الأشياء دي برضها متروكة لظروفها ولوقتها يعني. يعني في كثير دلوقتي أمثلة حية موجودة يعني، يعني حسي النهاردة الكاشف وأغنيات الكاشف ما زي لما الكاشف كان موجود يعني. عارف يا أستاذ صلاح، نعم، حلقتنا دي دايما بتنتهي بالذروة، نعم، والدلالة هي الأفضل في سرد ما سيأتي بعد. نعم يا أخي، شكرا جزيلا لك، وزي ما قال أينشتاين الزمن نسبي. الوقت معك مرة سريع شديد، وكانت مؤانسة رمضانية جميلة. أسمح لي أقول لك شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا، وربنا يديك الصحة شكرا والعافية يا رب، ونلتقيك إن شاء الله كده في براحات. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وصلاح مصطفى عالي الجماهيرية وصاحب الصوت الطروب الذي يستخدمه الآن في قراءة القرآن والآذان في أم درمان. ربنا يديك الصحة والعافية. أنت شكرا جزيلا للمؤانسة، وشكرا جزيلا لأنكم كنتم معنا. لغاية ما نلاقيكم مرة ثانية، في أمان الله.